في التقرير الخاص، انتهى طوفان نهر الغدير لكن مأساة سكان حي السلم لم تنتهي. لا يمكن لرزنامة لبنان أن تشطب يوم الطوفان الذي سجله الشتاء في حي السلم وتحديدا على ضفاف نهر الغدير، ولا يمكن لذاكرة ساكني المنطقة أن تمحو يوم زارها عدد من الوزراء والنواب والمعنيين الذين أغرقوا الناس بالوعود أكثر مما غرقت بيوتهم وممتلكاتهم. فخلية النحل التي دوت هنا اختفت بسحر ساحر، وكأن مبيدا حشريا اجتاح الأحياء فقتل النحلة وملكتها ليحرم الأهالي عسل التعويضات، وبدل العسل أكل الشعب هنا الكمون، لأن المثل ترجم على الوعد يا كمون. هنا نهر الغدير حيث زاره نواب ووزراء أيام الطوفان لأداء مسرحية التضامن. أما اليوم وبعد عودة المياه إلى مجاريها انتهى وقت العرض وحرم المشاهدون من نهاية سعيدة. 500-600 بائت، ما في بائت أبد، وهودي اللي طافوا شوي عطوهم بنان ولو نزلوا بضوا من تا. بدنا يعطوا مصاري للعالم على 5 أشهر، 500 دولار ما عطوها للعالم بالمرة. وانت مين صلح لي؟ ما حد نصلح، أنا صلحت لحالي. والعفش تبعي كله راح، أحولك بعده برا. إجا حزب الله ساعد شوي، إجا حركة أمل عطى لكل وحدة حرام حمل حاله وفات. العفش راح بالزبيل. حي الأرامل في حي السلم أصيب باليتم وحرمان أبسط مكونات العيش، ليصبح أهله على الحصير فعلا لا قولا، بعدما فقدوا كل ما يملكون إلى جانب فقدانهم الأمل بالوعود وأصحابها. اجوا النواب قلبكوا وحملوا حالهم وفلوا، لا ردوا علينا خبر هاكل، واوعينا راحوا بالنهر. شبحوا للعالم انه نحن منعوض لكم ونحن منشوف شو بدكم ونحن مندفيكم، طيب وين هالش الحكي كله؟ وين هو؟ صار اكثر من 3-4 اشهر، في عالم بلا اغطية لهلا، في عالم ماتت جوع لهلا، في ناس اتخربت بيوتها ما معها تاكل من ورا هلا الطوفان اللي صار. يعني ما في وزير ما اجى لعنا وطلبنا وعراسي وعليك العوض. عيون الاطفال شاخصة الى مستقبل لا يعرفونه، لان مشكلة النهر الاساسية لم يحل منها شيء، اتكالا من المعنيين على حسن النية تجاه الاحوال الجوية التي تنتظر شتاء اخر في السنة المقبلة. إلا أن هؤلاء المعنيين أنفسهم يتناسون أن قوى الطبيعة عندما تشتد لا تتذكر الحجر ولا البشر.